حياكم الله مشاهدينا. وهكذا وصل القطار إلى المحطة الثانية في فيينا، وصل وعلى متنه الجميع ما عدا أصحاب الشأن، السوريون غائبون. لا مانع إن كان حضورهم مجرب ولم يثمر، ولا مانع إن كانوا ممثلين، فنظام الأسد موجود بداعميه الأساسيين والفرعيين، روسيا وإيران والصين. وعلى الجهة الأخرى يوجد الجميع بين رافض لفكرة وجوده برمته ومحايد تجاه الصراع. الاجتماعات بدأت ولن تنتهي اليوم، بل ستقتصر على رباعي فيينا واحد، ومتوقع أن يكون على هامشه لقاءات واجتماعات أخرى. وبعض الهمس سرى عن أن الولايات المتحدة حجزت أماكن في فيينا لشهور قادمة، يعني أن المباحثات قد تطول. وهمس آخر أيضاً عن ترحيل عقدة الأسد مبدئياً بحثاً عن توافق ما بشأن المرحلة الانتقالية وإطارها الزمني. لكن واشنطن قالت إنها لا تعول الكثير على فيينا، وكأنها ليست جزءاً منه، أو أنها سلمت الملف لروسيا فعلاً وتنتظر الخيبة، أو أن لها مآرب أخرى. جديد فيينا الموسع إشراك 18 دولة، بينهم السعودية وإيران، وسيلتقيا للمرة الأولى على طاولة مفاوضات، ولا يخفى أنهما يلتقيان في الميدان كمقاتلين. في ملفنا الثاني، العدوان الروسي المستمر يكثف غاراته بالتزامن مع المباحثات واللقاءات في فيينا، ويستمر معه أيضا طيران الأسد بارتكاب المجازر، نهج أسدي أصيل يرافق كل محفل سياسي علّه يقوي أوراقه. واليوم أصبح قتل السوريين ورقة قوية في يد الأسد وروسيا. نناقش كل هذا بعد قليل، ابقوا معنا. بدأ في فيينا اللقاء الرباعي الذي يبحث التوصل لحل سياسي للملف السوري، ويضم اللقاء وزراء خارجية كل من السعودية والولايات المتحدة وروسيا وتركيا، على أن يتبعه غدا اجتماع موسع بمشاركة كل الدول المدعوة بما فيها إيران. وقال دبلوماسيون إن النجاح في المحادثات متعددة الأطراف والتي تجمع السعودية وإيران وجها لوجه قد يقاس بمجرد الاستمرار في فعاليات المؤتمر، مقللين من التوقعات بحدوث أي انفراج. نتابع التفاصيل. بعناوين مختلفة وبتحضيرات أعدت على عجل، صدرت النسخة الثانية من اجتماع فيينا الذي يبحث سبل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية. زاد عدد المشاركين في يومي الاجتماع، لكن اقتصرت محادثات اليوم الأول على الرباعية الممثلة في الولايات المتحدة وروسيا والسعودية وتركيا، ليصار إلى اجتماع موسع يوم الجمعة يضم الجميع. الخارجية الأمريكية قالت إن العنوان الأبرز للقاءات مع إيران وروسيا كطرف ند هو استكشاف نياتهم في إقناع بشار الأسد بالرحيل. وقالت الخارجية إن جون كيري يحاول أن يستكشف إلى أي مدى هم مستعدون للعمل بشكل عام مع المجتمع الدولي لإقناع الأسد بأنه سيتعين عليه الرحيل في أي عملية انتقال سياسي. فيما قالت الخارجية الروسية إن الهدف هو إطلاق الحوار دون أن تعرج على النتائج المراد التوصل إليها من هذا الحوار. الاجتماعات التي انطلقت بغياب السوريين أنفسهم وبحضور داعمي طرفي معادلتهم تهدف فيما يبدو إلى تأطير الحل المنتظر بجدول زمني حسب الرؤية الفرنسية، والبحث في قضايا محددة كالفترة الانتقالية ومدتها ومصير ودور الأسد، وهي نقاط خلافية قد يعمد إلى تجاوزها في سبيل الوصول أولا للإطار التنفيذي.
فيينا 2 بتوسعته يحمل دلالات كبيرة، أهمها إعطاء المباحثات غطاء وهيئة دولية قد تفضي لاعتماد جدية في طرح الأفكار والتسويات والتنازلات، وبالتالي الوصول لتوافقات بين أطراف متنافسة أو متحاربة. فإيران والسعودية مثلا يلتقيان على مائدة المفاوضات للمرة الأولى حول الملف السوري، وهذا ما دفع دبلوماسيين للقول إن النجاح في هذا النوع من اللقاءات هو مقياسية استمرارها فقط قبل الانتقال لمرحلة الاتفاق، وقد تكون هذه التعقيدات وما تصر عليه موسكو من جهة، والسعودية وتركيا ومعهم فرنسا مؤخرا من جهة أخرى حول رحيل وبقاء الأسد، كلها ما دفع اللاعب الأبرز أي واشنطن للإعلان أنها لا تعلق آمالا كبيرة على الاجتماع لإحراز اختراق. فإن كانت الولايات المتحدة لا تتوقع اختراقا فهي إذن ليست لاعبا بل مجرد متفرج أو مراهن على أحصنة خاسرة. قراءة في الموضوع مع ماكسيم عيسى مراسل أورينت نيوز ينضم إلينا مباشرة من فيينا، ورائد جبر كاتب ومحلل سياسي ينضم إلينا مباشرة من موسكو، وسينضم إلينا لاحقا الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة من القاهرة مباشرة. أرحب بكما ضيوفي الكرام، وأبدأ معك ماكسيم عيسى. ضعنا في صورة الأجواء الآن، هل رشح أي شيء عن الاجتماعات التي عقدت وتعقد؟ وحبذا لو تخبرنا إن كان لديكم معلومات عن الاجتماعات بين من ومن؟ نعم هاجر، مساء الخير لك وللضيوف وللسادة المشاهدين. من أمام فندق الإمبريال الآن انتهت قبل قليل بعض اللقاءات الثنائية على هامش اللقاء الرباعي الذي ينعقد الآن بين وزراء خارجية أمريكا وروسيا والسعودية وتركيا. التقى جون كيري وزير الخارجية الأمريكية قبل قليل أو قبل ما أقل من ساعة نظيره الإيراني في فندق آخر في مكان آخر، والتسريبات التي حصلنا عليها قالت بأن الحديث تم حول اليوم حول الموضوع أو الملف النووي الإيراني، وفيما يتعلق في الوضع السوري سيتم البحث فيه البت فيه يوم غد. أيضا جرت لقاءات بين وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف ووزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، لم يتسنى لنا معرفة فحوى هذا اللقاء بين الطرفين، ومن المتوقع الآن أن يكون هناك اجتماع آخر ثنائي بين محمد ظريف وفريدريكا موغريني المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. إذن هذه مجموعة من الاجتماعات التي جرت قبيل الاجتماع الذي ينعقد الآن، الاجتماع الرباعي عشية الاجتماع الكبير الذي سينعقد يوم غد بحضور 18 طيب عن 18 دولة. نعم طيب ماكسيم، هل تأكدت الأنباء بأن اجتماعات اليوم ستكون مقتصرة على الرباعي سعودية وروسيا والولايات المتحدة وتركيا؟ سمعنا عن اجتماعات أيضا مع جواد ظريف. الاجتماعات مع محمد جواد ظريف تمت، كانت بين جون كيري وجواد ظريف اجتماعات ثنائية كما ذكرت، وبين سيرجي لافروف وظريف، وأيضا مع فريدريكا موغريني. أما فيما يخص الاجتماع الرباعي سيكون اجتماعا رباعيا خاصا بالوزراء الخارجية، وزراء خارجية الدول الأربعة التي عقدت فيينا 1 لنقل الأسبوع الماضي، وستراجع أوراقها الآن في هذه اللحظات. وهناك أيضا بعد حوالي أقل من نصف ساعة ربما إلى ساعة مؤتمر صحفي لفريدريكا موغريني حول المباحثات التي جرت اليوم. ربما يعني ماكسيم كنت أقصد تركيا والسعودية في هذه الأمسية قبل اللقاءات والاجتماعات، هل التقيتا مع إيران؟ لا توجد أنباء بأن هناك لقاء سعودي تركي من طرف ومن طرف آخر إيراني قد تم. اللقاءات تمت بين أمريكا وروسيا وإيران، أما اللقاء الرباعي الآن لا يضم إيران في هذه المباحثات، إنها لقاءات رباعية، لقاء رباعي بين أمريكا وروسيا والسعودية وتركيا. لا أنباء عن لقاء سعودي إيراني ثنائي أو حتى لقاء تركي إيراني على حدة. يعني نحن في انتظار اجتماع للرباعي أو الرباعية في أمسية اليوم فقط.
نعم الاجتماع الرباعي سينتهي، وبهذا بانتهاء هذا الاجتماع ستنتهي جولة الاجتماعات الماراثونية اليوم، والجميع يترقب الاجتماع الكبير يوم غدا في تمام الساعة 9:30 تماما بتوقيت فيينا في فندق إمبريال، ربما يدوم لعدة ساعات، لا أحد يعلم حتى الآن إلى مدى سيدوم هذا الاجتماع، ولكن الاجتماع يبدأ غدا في تمام الساعة 9:30 بتوقيت فيينا. شكرا لك ماكسيم عيسى مراسل أورينت نيوز، كنت معي من فيينا عبر الهاتف. أذهب إليك رائد جبر، طبعا اللقاءات بدأت وغدا سننتقل إلى المرحلة الثانية، المرحلة الموسعة. هل يمكن اعتبار اجتماعات اليوم تمهيدية فعلا أم أنها الأساسية؟ وطبعا إلى أي مدى يمكن أن تكون التوسعة في مصلحة التوافق؟ نعم مساء الخير لك ولضيوفك. بطبيعة الحال أعتقد أن لقاءات اليوم هي الأساسية، هي التي ستمهد لطرح الأفكار أو الرؤى التي يتم التوافق عليها بين الأطراف الأربعة للاجتماع الموسع الذي يعقد غدا. الأطراف الأربعة هي التي اجتمعت الأسبوع الماضي وهي التي ناقشت بعض الأفكار الأولية، الآن ربما هناك تطوير يحدث تطوير عليها، ربما إدخال بنود أخرى. يعني في كل الأحوال نحن سمعنا أن الأطراف كلها طرحت السقف الأعلى التفاوضي، يعني المدى الأقصى الذي تريده كان هذا واضحا خلال الأسبوع الماضي. الآن ما هي قدرة هذه الأطراف على الوصول إلى حلول وسط مقبولة؟ هذا سيتضح بنتائج اجتماع اليوم، وسيتضح غدا ماذا ستطرح هذه الأطراف الأربعة وهي صاحبة العلاقة المسؤولة عن هذا الملف باتت الآن، يعني ماذا ستطرح على الاجتماع الموسع للأطراف الأخرى. بطبيعة الحال اجتماع الغد سيكون أيضا مهما جدا، ولكن أعتقد أن الرؤى التي ستطرح اليوم أو سيتم التوافق عليها بشكل أو بآخر اليوم ستكون هي الأساسية وهي الحاسمة بالنسبة لمجرى نقاشات يوم غد. أريد أن أشير إلى أن موسكو بطبيعة الحال يعني أعتقد أنه قللت بعض الشيء من سقف التوقعات خلال اليومين الماضيين. يعني سمعنا أولا الناطق باسم الكرملين ميتري بيسكوف عندما قال أنه لا يوجد أي حديث عن أنه روسيا ممكن أن تعطي ضمانات بعدم بمسألة رحيل الأسد أو بقاء الأسد خلال المرحلة الانتقالية، لا ضمانات روسية بهذا الموضوع. اليوم سمعنا أيضا ماريا زخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية تقول أن المطلوب من هذا الحوار هو إطلاق العملية السياسية، إطلاق الحوار حول التسوية في سوريا وليس تغيير الأنظمة أو تغيير الحكومات وما إلى ذلك. يعني يبدو أن موسكو يعني حبت أن تقلص من السقف بعض الشيء أو من التوقعات بعض الشيء، أو على الأقل أن ترفع سقف التفاوضي حتى نرى ماذا ستسفر عنه. يعني رائد جبر، هل تتوقع بالفعل أن يتكرر هذا الحديث في القاعات خلال الاجتماعات، أم هو فقط كما كلام أمام وسائل الإعلام؟ لا أعتقد أنه سيتكرر بطبيعة الحال. هذا الكلام لا تقوله موسكو لمجرد يعني الإعلان عنه، هي تقوله لأنه يعبر عن موقفها بطبيعة الحال. أنا يعني هذا وليس هو بالمحصلة النهائية، يعني ربما لا يكون هذا الكلام هو السقف الذي سيتم التوصل إليه. بكل الأحوال كل الأطراف تطرح سقفها الآن، سقفها التفاوضي. أعتقد أن الأفكار الرئيسية التي ستدور حولها المناقشات وهي باتت واضحة يعني منذ الاجتماع الأول منذ فيينا واحد باتت واضحة. النقطة الأولى هي طبيعة المرحلة الانتقالية ومدتها الزمنية، هناك طبعا خلاف حول هذه النقطة، عقدة أساسية لأنه بين فريقين، يعني فريق يعتقد أنه المرحلة الانتقالية يجب أن لا تتجاوز 6 أشهر كما تعلمين، يعني هذا رأي السعودية وتركيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، بينما روسيا يعني ربما تصل عندها المرحلة الانتقالية إلى 18 شهر أو حتى إلى عامين. هذه نقطة خلافية، وروسيا بررت موقفها كما نعلم بأنه لابد من إجراءات بناء الثقة وحماية الأقليات وما إلى ذلك، تطمين الأقليات وما إلى ذلك خلال فترة عامين. النقطة الخلافية الثانية، العقدة الثانية طبعا هي الأساسية ستكون، وهي مصير ودور الرئيس السوري. سنعود إلى هذا
أستاذ رائد جبر، سنعود إلى هذا بأكثر تفصيل، ولكن دعني أرحب بالدكتور حسن نافع أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، ينضم إلينا من القاهرة مباشرة. مساء الخير دكتور نافع. طبعا نحن نتحدث عن مؤتمر فيينا في جولته الثانية إن صح التعبير برباعية اليوم وتوسعة يوم غد. طبعا اليوم الأطراف الإقليمية كلها موجودة في هذه المشاورات، يعني يوجد غطاء شبه دولي. هل يمكن أن نعتبر أن جهود العامين الماضيين ذهبت ونحن أمام بداية جديدة الآن برأيك؟ في تقديري أن الكل بات مقتنعا الآن أنه لن تكون هناك أي تسوية سياسية إلا إذا كان متوافق عليها أولا بين القوى الكبرى، بين القوتين، بين الولايات المتحدة وروسيا، وأيضا مع القوى الإقليمية. أي توافق إقليمي وحده أو توافق دولي وحده لن يكون كافيا للتوصل بالفعل إلى تسوية، لأن الأطراف الإقليمية منغمسة حتى أذنيها مع أطراف محلية تقاتل على الأرض. ونفس الشيء أيضا حادث بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا. روسيا الآن تحارب مباشرة في على الأراضي السورية، والولايات المتحدة تفعل نفس الشيء وتقود تحالفا. وبالتالي مجرد الاجتماع بين هذه القوى ووجود غطاء إقليمي لهذا يعني يؤكد أنه هناك اقتناع بأن كل الأطراف الدولية والإقليمية يجب أن تكون جزءا أو طرفا في التسوية. السؤال، هل هناك إخلاص حقيقي من جانب كل هذه الأطراف للتوصل إلى تسوية، أم أن هناك مناورات وهناك من يحاول استدراج الآخرين للإنغماس أكثر واستنزافهم أكثر بصرف النظر عن التضحيات الكبرى التي يدفعها الشعب السوري كل يوم؟ هذه هي القضية. وبالتالي هل هذه يعني محاولة لإثبات فقط حسن النوايا، لكن في حقيقة الأمر الكل يمارس سياسة من وراء الستار مختلفة عن السياسة العلنية أم لا؟ هذا هو السؤال، وهذا هو ما سيتضح من هذا المؤتمر. وفي تقديري أن الإشكالية الأساسية ليست وجود أو عدم وجود بشار الأسد، وإنما الإشكالية الحقيقية هي طبيعة الحل الذي سيطرح حول المرحلة الانتقالية. هل يمكن المحافظة على وحدة الأراضي السورية، وحدة الدولة السورية، وكيف يعني كيف يمكن إدارة العملية الانتقالية؟ إذا كان الأسد يمكن أن يكون مفيدا في التوصل إلى تسوية فسوف يكون مطلوبا من كل الأطراف، أما إذا كان يعني هو عقبة أساسية في طريق التسوية والكل مقتنع بضرورة التوصل إلى هذه التسوية، فيمكن في نهاية المطاف التضحية بالأسد. لكن هذه المسألة لم تتضح بعد بشكل يقيني، ولذلك هناك شكوك حول النوايا حقيقة. أعود إليك رائد جبر. طبعا كما قال الدكتور نافع، اختبار حسن النوايا ومصير الأسد من خلال هذه الاجتماعات وكيف ينظر إليها كل الأطراف، روسيا التي أرادت من خلال دعوة الأطراف وعلى رأسهم إيران تسوية المحاور، روسيا وجدت نفسها أمام حشد مضاد مع مقترح فرنسي أوروبي بضرورة وضع جدول زمني لرحيل الأسد. كيف سيؤثر ذلك على التعاطي الروسي؟ هل يمكن أن يؤثر سلبا أم إيجابا برأيك؟ يعني سلبا بطبيعة الحال من وجهة نظر الروسية، لأنه روسيا لا سترفض مناقشة الموضوع من هذه الزاوية. هي الموقف الروسي قام خلال الفترة الماضية كلها على أساس أنه لا يمكن وضع شروط مسبقة قبل الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض حول شكل الحلول. يعني هذا هو الاختبار الأساسي بالنسبة إلى روسيا، وهكذا ترى روسيا الموقف. لذلك هي تعارض من حيث المبدأ وضع جداول زمنية للرحيل أو عدم رحيل الأسد أو غيره. هي تريد أن يتم التوصل إلى حكومة وحدة وطنية، وفي هذا تراجع كما تعلمين عن بنود اتفاق جنيف. جنيف نص على هيئة حكم انتقالي تتأسس بموجب اتفاق على طاولة بين الأطراف السورية. الآن نتحدث عن حكومة وحدة وطنية، بمعنى أن الحكومة الموجودة حاليا ربما تضم إليها شخصيات معارضة أو حتى يرأسها حتى شخصية معارضة، وتستمر في العمل وتأخذ صلاحيات معينة بما فيها الجيش والأجهزة الأمنية وما إلى ذلك. في هذا التراجع، لكن في كل الأحوال موسكو تصر على أن هذا المدخل هو الصحيح
مدخل تأسيس الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، بدأ العملية الانتقالية، تسوية بعض المسائل، يعني تقديم تطمينات للأوساط المختلفة، الأقليات وما إلى ذلك. بعد ذلك في نهاية هذه المرحلة يتم الحديث عن مسألة مصير الأسد أو عدم مصيره، ومن خلال أيضا من خلال يعني آلية قانونية، بمعنى أنه هل يتم هل يرشح نفسه لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة أم لا يرشح المبكرة أم لا يرشح نفسه. يعني روسيا لا تريد في كل الأحوال أن يكون مخرجات اللقاء تنص على ضرورة رحيل الأسد في مرحلة معينة، لأنها بذلك تصيب في مقتل أصلا السياسة التي سارت عليها خلال السنوات الماضية. هي تمسكت خلال السنوات الماضية بضرورة عدم الوصول إلى مثل هذه الحلول، وهي لا يمكنها الآن أن تتراجع في كل الأحوال. يعني النقطة الثانية أنه هناك يعني أفكار طرحت خلال الفترة الماضية في موسكو خلال لقاءات بعض المعارضين الذين وصلوا وزاروا روسيا، وحتى أطراف عربية مثل السعودية وغيرها، أنه ما هي الضمانات التي يمكن أن تقدم للأسد في حال أنه بالفعل لم يرشح نفسه وفكر في التنحي. يعني روسيا أعتقد ستتقدم برؤية ربما في مرحلة لاحقة أنه تقديم ضمانات دولية تتمثل في حصانة وضمانات اقتصادية وسياسية وغيرها، عبر قرار مجلس عبر قرار في مجلس الأمن يتم تبنيه حتى لا يتم التراجع عنهم، وهو شيء شبيه إلى حد ما بالمبادرة الخليجية التي أدت إلى تنحي الرئيس علي عبد الله صالح في اليمن، إنما بغطاء دولي هذه المرة. يعني ربما يكون هذا المخرج في مرحلة لاحقة قابلا للنقاش، ولكن روسيا الآن لا تريد أن تفكر أو تناقش فكرة الأجندة الزمنية لرحيل الأسد. نعم، يعني رائد جبر، إذا تم ترحيل العقد، وطبعا العقدة الأساسية هي بشار الأسد، هل سيتم الحديث عن إطار زمني محدد لمرحلة انتقالية للتسوية، أم كيف ستسير الأمور؟ بالتأكيد هذا محور أساسي من المحاور أعتقد، لأنه أصلاً هذا كل الأطراف الآن تتحدث بهذه اللغة، إنه المرحلة الانتقالية قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة يجب أن تكون محدودة بسقف زمني، لأنه هذا كفيل يعني بجملة من الإجراءات، من بينها مثلاً وقف إطلاق النار بين بعض الأطراف، بين الأطراف التي يمكن السيطرة عليها بالمناسبة، لأنه ليست كل الأطراف ستكون يعني قابلة للسيطرة عليها عند اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار، بين وإجراءات عديدة أخرى. لذلك لابد من تحديد سقف زمني للمرحلة الانتقالية بصرف النظر عن مسألة مصير بشار الأسد. الخلاف حول هذه النقطة أيضا ظاهر وأيضا موجود، يعني كما قلنا قبل قليل بين وجهتي نظر، تعتقد أحدهما أنه السقف الزمني لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر، وهذا مفهوم لأن الكلفة اليومية عالية جدا، وهذه الأطراف تصر على ضرورة محاولة محاصرة يعني الآثار والكلفة الدموية الكبيرة. سنعود إليها بين هذا الموقف الروسي والموقف الإيراني أيضا. سنعود إلى هذا، يرى في إطالة هذه العملية إلى أقصى زمن ممكن. نعم. دكتور حسن نافع، طبعا هل الأطراف كلها، طبعا الأطراف الإقليمية ومنها العربية التي شاركت مؤخرا في التسوية، منها مصر، لبنان، أيضا يمكن أن نتحدث العراق، يمكن أن نتحدث أيضا عن مشاركة الاتحاد الأوروبي، هل كل هذه الأطراف لها نفس الهاجس، هي معنية بذات الهاجس، أم أن مسألة رحيل الأسد أو بقاء الأسد ليست ذات أهمية بالنسبة لهذه الأطراف تحديدا، بقدر مثلا محاربة الإرهاب أو موضوع اللاجئين أو المواضيع الإنسانية تحديدا؟ لا، هي أطراف منغمسة في الصراع ولكن بدرجات متباينة، ويعني درجة تأثيرها حتى على الأطراف المحليين متباينة، كل حسب مقدار ما يقدمه من معونات مالية أو من أسلحة أو يعني ربما الثقل أو الوزن السياسي، كما هو حال مصر على سبيل المثال. مصر لا تقدم أي دعم لا مادي ولا عسكري لأي طرف، ولكنها في نهاية المطاف تنظر إلى الموضوع من منظور أمنها الوطني الذي هو مرتبط ارتباط عضوي بأمن منطقة الشام ككل، سلامة الـ يعني وحدة أراضي الدولة السورية وإعادة اللحمة إلى الشعب السوري هو أكثر ما
يقلق الحكومة المصرية، لكن هناك أطراف لبنانية على سبيل المثال منغمسة في المعركة، ويعني مخرجات المعركة سوف تؤثر تأثيرا مهما جدا وتأثيرا كبيرا جدا على الوضع الداخلي في لبنان. ولذلك القوى السياسية في لبنان تنظر إلى الموضوع من نظرة أو من زاوية مختلفة، وهكذا. يعني إذا أخذنا كل طرف على حدة سوف نجد أن له مقاربة مختلفة من الأزمة السورية. الحل المطلوب حل يحاول أن يوفق بين يعني كل هذه المصالح مجتمعة، ولكن في نهاية المطاف السؤال هو كما طرحت في البداية، هل هناك حسن نية بالفعل للتوصل إلى تسوية؟ هل كل الأطراف حاليا مقتنعة أنه ليس هناك حل عسكري أو حسم عسكري على الأرض؟ وهل كل الأطراف بالفعل طيب تحاول يعني أن في هذا الإطار بالذات دكتور نافع، حسن النوايا للتوصل لحل، هل الوجود العربي هذه المرة سيعدل كفة المحور السعودي التركي ومعهم طبعا الفرنسي، أم أنه سيكون له رؤية خاصة أو ممكن أن نسميها رؤى خاصة ومتعددة لن تدفع في اتجاه التسوية والحل المراد؟ للأسف الشديد أنه لا توجد رؤية عربية موحدة حول أي ملف من الملفات يعني التي داخل الإقليم، ملفات الأزمات المختلفة. ولو كانت هناك رؤية عربية موحدة لما وصلنا أصلا إلى الوضع الذي نحن فيه الآن. الأزمات والنيران مشتعلة في أماكن كثيرة في العالم العربي، ولو كان هناك توافق عربي حول يعني في الأيام الأخيرة سمعنا هناك زيارات واجتماعات ومحاولة إيجاد توافق بين الأطراف العربية. هناك بالطبع هذه المحاولات، لكن أنا لا أظن أنه تم يعني التطابق أو توصلت هذه الأطراف العربية إلى تطابق. طبعا هناك علاقة مصرية سعودية خاصة، ولكن في الوقت نفسه هناك اختلافات بالذات حول كيفية تسوية الأزمة في سوريا. أظن أن هناك محاولة لتقريب وجهات النظر، لأن القضية ليست قضية بشار الأسد بقدر ما هي قضية وحدة الدولة السورية. من سيحكم سوريا بعد رحيل بشار؟ وسوف يرحل بشار في جميع الأحوال إن آجلا أو عاجلا. السؤال هو هل يمكن أن يكون بشار جزء من التسوية أم لا؟ الكل بات يقتنع الآن بأنه في مرحلة، على الأقل في مرحلة انتقالية محددة، لابد أن يكون بشار موجود لأنه سيكون جزء من تسوية المرحلة الانتقالية. لكن ماذا سيحدث في نهاية المرحلة الانتقالية؟ هل سيترك للشعب السوري أن يقرر في نهاية المطاف من يحكمه؟ أم أنه سنأتي إلى نقطة بعض الأطراف ستقول لا يمكن لبشار الأسد أن يرشح نفسه؟ على أي الأحوال هذه قضية يمكن أن تؤجل ويمكن أن تناقش في حينها، ولكن السؤال الآن كيف يمكن إدارة مرحلة انتقالية تسمح أولا بوقف إطلاق النار وبإقناع كل الأطراف أنه لابد من تسوية سياسية، ثم يتم التحرك تدريجيا حول كيفية تشكيل الحكومة الانتقالية ومن يشارك فيها وكيف تدار المرحلة الانتقالية؟ لأنه بدون وقف إطلاق النار وبدون إقناع الشعب السوري أنه آن الأوان لأن يعود للتلاحم من جديد وأن هناك مشروع للتنمية سيطرح إلى آخره، أظن واضح. أن الموضوع سيكون صعبا، المسألة ليست سهلة أبدا. أعود إليك رائد جبر، طبعا إلى ما أشرت إليه حول الإنفاق والتكلفة المالية، إمكانية الوصول إلى حل في يومين مستبعدة ومستبعدة جدا، لكن هل يعتبر المؤتمر تأسيس لمرحلة تنازلات تؤدي إلى توافقات، خاصة وأن الأطراف كلها تلعب في زاوية حرجة؟ يعني روسيا تقاتل وتنفق، إيران أصبح لها قضاياها الكبرى ومصالحها أيضا، والسعودية وأمنها القومي. نعم، بطبيعة الحال يجب الأخذ بالاعتبار أنه هذا الاجتماع بحد ذاته يعني جمع كل هذا العدد من الدول المعنية بتسوية النزاع في سوريا، هو
أمر مهم جدا، تطور مهم جدا. اجتماع الرباعي أو يعني آلية الرباعي التي ظهرت أخيرا هي مهمة جدا بحد ذاتها. هذا تطور أساسي ومنعطف أساسي لم يكن ليحصل لولا أنه يعني سادت قناعة بأنه لابد من البحث بشكل جدي عن تسوية سريعة. روسيا من جهتها تخوض الآن حملة عسكرية لها تكلفة مالية وهي محدودة الزمن، كما أعلن أكثر من مسؤول روسي. لا يمكن لروسيا أن تقاتل في سوريا إلى ما لا نهاية، لذلك هي تسعى إلى وضع إطار سياسي للتسوية يمكنها على الأقل من تحقيق بعض المكاسب من خلال تواجدها العسكري الآن في سوريا. هذا بطبيعة الحال هذا يعني ينسحب على أطراف أخرى أيضا. يعني في كل الأحوال هذا الاجتماع بحد ذاته، هذه الاجتماعات لها أهمية خاصة، وخصوصا أنها تأتي بعد تغير في الوضع الميداني. الآن روسيا دخلت المعركة بثقلها تحاول أن تعدل كفة الميزان لصالح قوات الأسد وحلفائه على الأرض من أجل يعني تحسين ظروف التسوية السياسية. والآن إيران تجلس إلى طاولة المفاوضات جنبا إلى جنب مع تركيا والسعودية والولايات المتحدة. يعني هناك منعطف أساسي ومهم، أعتقد أنه بالطبع سيكون له تداعيات وآثار مهمة. نعم. على الأقل هو سيطلق مرحلة التسوية. هناك حديث كثيرة بالمناسبة تدور هنا حول فكرة أنه التسوية أو التوصل إلى إطار للتسوية يمكن أن يكون قريبا جدا، وربما أن يتم هذا الأمر خلال في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، يعني قبل حلول نهاية العام. لكن ما هي شكل التسوية؟ ما هي شكل المرحلة الانتقالية؟ صلاحيات الحكومة الانتقالية وكل هذه التفاصيل هي العقد الشائكة أو الألغام التي يمكن أن تفجر طبعا، لأنه كما يقال الشيطان في التفاصيل، يمكن أن تفجر الاتفاق في أي لحظة. لكن يعني أعتقد يمكن يمكن أن تفجر غدا، وفي انتظار ذلك بطبيعة الحال النقاط الخلافية كبيرة. أشكرك. نعم. رائد جبر كاتب ومحلل سياسي كنت معي مباشرة من موسكو، وأشكر الدكتور حسن نافع أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة من القاهرة مباشرة. نذهب إلى فاصل قصير مشاهدينا، نفتح بعده الملف الثاني، ابقوا معنا.